وقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السقوط من أجل التواصل. مشاهدين عدنا إليكم مرة أخرى في حكيم عيون والدكتور عصام حسن استشاري جراحات العيون والليزك، والحديث أيضا حول الليزك ما زلنا وبنقول وبنسأل الدكتور عصام، هل أنا لو الرؤية كانت أقل من 6/6 هل لما بعمل ليزك برضو بتبقى الرؤية أقل من قليلة عن 6/6 ولا ممكن تتحسن بطريقة أخرى؟ اختصر لحضرتك الموضوع في كلمة واحدة، اتفضل. الليزك هو بديل للنظارة. يعني إيه؟ يعني اللي بتشوفه بنظارتك هو اللي هتشوفه بعد عملية الليزك، لأن النقطة دي فعلا في منتهى الأهمية. أنا قلت لك في بداية الحلقات إن بيجي المريض معتقد إن الليزك هيخليه يشوف 6/6، أنا عاوز أقدم في الكلية الحربية، أنا عاوز أخش وظيفة وطالبين إن أنا عاوز أعمل رخصة القيادة. يا فندم فين نظارتك؟ ما كنتش لابس نظارة. طب هو أنت معتقد إن العين اللي قعدت طول عمرها كسلانة ومش شغالة مجرد ما بنحط لها النظارة بتشتغل؟ خالص. هوضح حاجة الناس يمكن أول مرة تسمعها في حياتها، إن العين دي لا ترى. العين دي كاميرا بتنقل الرؤية عن طريق أعصاب صغيرة جدا اسمها الأعصاب البصرية أو العصب البصري، لخلايا في المخ اسمها مركز الإبصار، ودي اللي بترجمها. الدليل إن في مرض نادر جدا جدا جدا، يعني مش مسجل كتير أو على مستوى العالم، اسمه أجنوزيا. المخ ما بيتعرفش على الصورة. يعني إيه؟ يعني أنا شايف حضرتك قدامي لكن مش عارف انت مين ولا ايه ولا بتمثل ايه. انا اسف، يعني ممكن نجيب الشخص ده وندخله حديقه الحيوان وهو عنده 40 سنه ونساله ايه دي، هو شايف حيوان قدامه بس مش عارف ايه ده. لدرجه ان بعض اللي عندهم المرض ده وقفوا ولادهم قدامهم ما عرفوهمش. الاسوأ انه حطوا له صورته هو كشخص. مين ده؟ طب هو بالنسبه لك حسه معروف ولا مش معروف؟ قال لهم انا اول مره اشوفه. فقدره الخالق سبحانه وتعالى لا حدود لها. المخ هو الذي يرى وليس العين. وانا وضحتها بالمرض الغريب اللي بقول لك عليه ده، يمكن اول مره في حياتك انك تسمع حاجه زي دي. الأجنوزيا دي يبقى العين لما تكون طول عمرها كسلانه ومش شغاله كويس، عامل زي ما تجيب طفل وتشيله اثقال اكتر من حمله. فالموضوع بيمشي تدريجيا. استخدم معانا النضاره 6 شهور لحد ما تصبح الرؤيه عندك في احسن حال، واحنا ان شاء الله عن طريق الليزك نقدر نوصلك لما هو اكتر من ذلك عن طريق الكاستم فيو اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. لكن ما تعيش طول عمرك. يعني في ناس والله عنده حاجه و40 سنه وجي عنده قصر نظر -17 في عين و-3.5 في عين، وفجاه اكتشف انه مش شايف. طب ده انت متوقع ايه؟ في بعض الاحيان ما اكدبش عليك بضطر اتعانف شويه مع المريض عشان اوضح له مدى الخطوره. طب العين اللي -17 دي ما هي مش شغاله. طب لو اصيبت العين اللي -3 اللي انت شايف بيها بمرض خطير او فقدت بيها الرؤيه في اي حاجه، هتعيش ازاي؟ يبقى اصبحت من غير زعل حد يعولك، يبقى من شخص سليم معافى لمشكله. طب ما احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا العلم والتقنيه، وحتى المستشفيات دلوقتي بقت في بعض المستشفيات الحكوميه متوفر فيها التقنيات دي. تمام. فما بقاش في داعي انك تحرم نفسك من نعمه عظيمه هي نعمه البصر. صحيح. وسائل الرؤيه بسيطه زي النظاره والعدسات اللاصقه، لكن تقنيه الليزك حاجه ذات طابع خاص. انت تخيل، يعني انا بيجي لي الناس تقول لي فعلا والله بنسمع اللهم لك الحمد ادعيه لطيفه وجميله وثناء يخلي الواحد فعلا يحس بقيمة النعمة دي. نعم. يقول لك أنا كنت أول حاجة بصحى الصبح أدور على النظارة، دلوقتي بفضل الله أنا بصحى شايف كل حاجة حواليا، مش محتاج أي وسيلة مساعدة. نعم. فمعلش استخدم النظارة أطول وقت ممكن لحد ما تحصل على رؤية جيدة، وبإذن الله رب العالمين بفضل الله وبفضل العلم وبفضل اللي اتعلمناه نقدر نحولك لشخص شايف 6/6 من غير نظارة. طيب، يعني نستخلص من الجزء ده اللي قاله الدكتور عصام حاجتين، وهي ايه؟ قال ان العين هي لا ترى ما بتشوفش. طب الكلام ده ازاي؟ ده ايه اللي بيقوله الدكتور؟ احنا طول عمرنا بقول انا بشوف بعيني، لكن فعلا احنا لو دلوقتي الدنيا ظلمت او النور قطع ما بنشوفش. اذا فالعين لا ترى الا في وجود ضوء، وجود ضوء يعكس الصوره، يعني الضوء يسقط على الجسم اللي قدامي فيعكس فتعكس الصوره تنعكس فالمخ تقريبا يستقبل. ده اللي انا فهمته يا دكتور، كلام مظبوط؟ طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، الدكتور عصام برضو في حديثه اللي فات قال ايه؟ قال عندي اغلى شيء في الدنيا. يعني ما ينفعش ان انت شيء ده ربنا كرمك بتفقده، وان ممكن يكون عندك كسل وظيفي في العين وبالتالي انت مش واخد بالك، فتيجي في نهاية المطاف تكون الوقت عدى. اذا بنقول انتبهوا ايها السادة والسيدات في مصر والوطن العربي في هذه الحلقات وفي هذا العلم، وهو علم مجال طب العيون، على اعتبار ان العين دي اغلى حاجه.
طيب هنتعرف برضو معاكم على ما بقي من الليزك ولكن بعد هذا الفاصل. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. إيجي ليزك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي، أحدث وسائل علاج ضعف الإبصار على مستوى العالم. الليزك عالي الدقة، الفيمتو ليزك، الفيمتو سمايل ليزك، علاج القرنية المخروطية وزرع القرنية بالفيمتو ليزر، علاج المياه البيضاء وعمليات زرع العدسات بالليزر والموجات الصوتية، حقن الشبكية والجسم الزجاجي وعلاج مضاعفات مرض السكر، علاج الجلوكوما وارتفاع ضغط العين بالليزر. وحدة فحوصات على أعلى مستوى من الدقة لضمان أفضل نتائج. فريق عمل مدرب على أعلى مستوى من أخصائيين البصريات وأطقم التمريض. جميع الأجهزة حاصلة على شهادة الـ FDA الأمريكية، ولأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط تقنية الكاستم فيو لتصحيح عيوب الإبصار والحصول على رؤية فائقة الجودة، والمستخدمة لدى وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا www.easylasic.com أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/easylasic. للتواصل 011-166-68-89 أو 011-157-0-157 أو 0062-67-47.